يعني من الأشياء الجميلة في معرفة في معاملة أهل الفضل ألا يحرجوا ولا ينتقدوا أمام الناس. يعني عمر رضي الله عنه مرة قال ابن مسعود رضي الله عنه كانت ساقه حمشة وكان يسترها ولا يشمر، يعني ما كان يجعل الإزار إلى نصف الساقين، فقال لرجل مرة ارفع إزارك، فقال وأنت ابن مسعود؟ فعمر رضي الله عنه غضب قال ويحك ترد على المسعود، لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن الجرأة على المسعود ربما كانت جرأة على من كان من ورائه من أهل الفضل وأهل العلم. ولذا العلماء يقولون مثلا معاوية رضي الله عنه كالستار للصحابة. فالجرأة على أهل الفضل من العلماء من المعلمين من كبار السن من أهل القرآن من الأمراء من هذه تجعل المرء تخل بالمنظومة كاملة. ولذلك التقدير أهل الفضل يحافظ على منظومة المجتمع.